عليكم حبيباتي، كي راكم؟ راكم رايح اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وهي عبارة عن سلسلة كذلك من سلسلات مربى الفواكه الموسمية. حبيت اليوم ندير لكم مربى تاع الخوخ. هذا الخوخ راه الوقت تاعه، شغل راه الموسم تاعه. حبيت نشارككم بالكونفيتور تاعه، يجي بنين، يجي هايل، تخدموا بيه لي سابلي لي كاطو وتاكلوه تاني بالخبز، يجي ما شاء الله. نتمنى حبيباتي تجربوه. اذا عجبتكم الوصفه لا تنسوا الاشتراك في القناه. نبداو على بركه الله. نحتاج في هذه الوصفه كيلو هكا ولا تاع خوخ، ولا اذا حبيتوا كميه كبيره زيدوا ضعفوا، لكن من الافضل يكون الخوخ الكبير الطايب باش ما يجيكمش حامض. الكونفيتور دائما قلت لكم الكونفيتور خيروا الفاكهه الكبيره وتكون حلوه. هنايا الخوخ تخيروا الفال الكبير ويكون طايب. انا شوفوا ديت كامل طايب، حتى اللي كان فيه شغل ضاربه منها هكا قلحتها نزعتها بالخدمي، شوفوا بالموس، وديت غير اللي تصلح. هذه هي نقوا كامل الفاكهه تاعنا مليح مليح. لازم الخوخ يتغسل غايه الغايه، الفاكهه اي فاكهه تغسلوها مليح مليح. انا شوفوني غسلتها، نحيت لها العلفه تاعها، قلعت لها هذيك الضربه اللي تكون باسكو يكون طايب يكون دي فوا يكون فيه لي بيك، قلعت لهم هذوك لي بيك تاعهم. فوالا حوالي كامل الخوخ تاعنا درناه في طاجين. ونجيبوا كميه تاع السكر. انا هنايا درت كيلو تاع خوخ، كيلو تاع خوخ، وهنايا درت 700 غرام تاع سكر. نحطوا السكر كذلك على الخوخ نفس الطريقه كامل اللي حضر بها المربات اللي قبل. اذا حبيتوا كذلك مربى تاع البطيخ تجدونه في قناتي، كذلك البطيخ الاحمر، كذلك العنب، هادو كامل راني دايرتهم في القناه تاعي. غادي نحط في صندوق الوصف المربات كميتهم في القناه تاعي باش ما تقعدوش تحوسوا عليهم تجدونهم. انا دائما نخدم لي كونفيتور، دائما راني في مثلا في سنوات عديده راني ما نشريش كونفيتور تاع المعلب، نخدمها في البيت، نخدم اي فاكهه نخدمها في موسمية نستغلها، نخدمها نخدم لها الكونفيتي تاعها يقعد للعام، يقعد في الكونجيلاتور. ديروه تكتبوا فيه التاريخ تاع اليوم اللي درتوه وديروا فيه الاسم تاع المربى تاعكم ويقعد كامل هذاك الكونفيتور عام. كي تسحقوا تجبدوه يجي هايل، يجي بنين، لا ماده حافظه، ما يجيش حامض، يجي روعه ولا اروع. نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه. وصلت الكونفيتور تاع القناه تاعي ناشين 100%. انا حبيباتي دائما قلت لكم نحترم القاعده تاعي تاع الكونفيتور، ما نضيف له لا ما لا والو. انا حبيباتي نغلقوا على الطاجين تاعنا، نغلقوا عليه ونخلوه ليله كامله كامل حتى يطلق الصيغو تاعه. هذاك الصيغو هو اللي يطيب في الكونفيتور. انا نغلق عليه ونخليه ليله كامله وان شاء الله نرجع لكم غدا من ذاك وتشوفوا كيفاش طلق الماء تاعه وهذاك الماء يطيب فيه. والان حبيباتي شوفوا بعد ما صبح الخوخ تاعنا، شوفوا بعد ما صبح شوفوا طلق داك السيرو تاعه كي دار في السكر، داك السيرو شوفوا واش طلق الماء. هذاك الماء هو اللي غادي يدير السيرو، هو اللي يدير فيه المربى تاع الخوخ. شوفوا شتو شوفوا هذا هو السيرو. كاع الفاكهه بعد ما بيتوها في السكر راهي تطلق واحد السيرو، هذاك السيرو هو اللي يطيب فيه الخوخ المربى تاعنا. المربى تاعنا دوك نشعلوا عليه الغاز ونديروا عليه نار قليله ونخلوه حتى يطيب مده ساعه كامله. انا ندير فوق النار. هنا حبيباتي درت له نار قليله متوسطه، ماشي قليله كامل متوسطه. نغلقوا عليه ونخلوه حتى يبدا يغلي الخليط تاعنا، تفوت عليه 20 دقيقه من بعد نرجع لكم. نعطيكم مهمه، خطوه مهمه، ومن بعد هو مده الطهي تاعه هو ساعه كامله، ساعه كامله باش يطيب المربى تاعكم. هذا الشيء بعد ما تفوت عليه 20 دقيقه نرجع لكم نوريكم الخطوه المهمه اللي لازم نعملوها في كل مربى. هنا حبيباتي بعد ما مرت عليه 20 دقيقه نحاولوا لكم الخطوه المهمه باش ما يخسر لكمش المربى بعد ما يطيب. نحوا له هذا الزبود، هذا هادو كامل تنحوها له. انا كانت عندي كميه كبيره اللي قلعتها، هادو كامل نحوهم. تقعدوا دائما كي تلقاو منهم تنحوهم هكذا، نحو كامله هذا اللي داير الرغوه هكذا كيما هكذا، تصفوه كامل. هادو كامل اللي دايرين الرغوه، قلت له هذه تقلعوها تنحوها هكذا، هو يغلي ومام طول كنت تراقبوا في هذه، كل ما يدير هذه الكتله قلعوها، هذه من بعد تخلي المربى يخسر.
لهذا الشيء لازم تنحوها باش المربى يبقى لكم سنه كامله يقعد كيما راه ما يحمعش. نحاول انايا كل ما ندير لي هذيك الكتله نحيها كيما هكذا وتالي 20 دقيقه مازال المربى تاعنا ما طابش، نخلوه ساعه كامله، نزيدوا له 40 دقيقه على نار متوسطه، نخلوه حتى يطيب مده ساعه كامله. هكذا شوفوا هاي الكتله تاني اخرى كيما هكذا، نحاولوا قلت لكم حتى يطيب هكذا. نحوها هذه الكتله الزغوة كامل نحوها العشر دقائق كل ما يغلي الخليط تاعنا نشوفو إذا كتلة لازم نحوها. والآن حبيباتي هيا بعد ما وضعت عليه ساعة هاولا المربى تاعنا طاب، نحيه من الفرن. هنا حبيباتي هاولا المربى تاعنا بعد ما مرت عليه ساعة كاملة يكون طاب، شوفوا جا صافي، شوفوا مافيه لا زبود لا والو. هكذا هو المربى تاعنا تاع الخوخ. نجيبو إناء هكذا نحطوه، ومن الأحسن تخلوه يبرد شوية، تخلوه يبرد شوية وتبداو هكذا. نطحنوه بغا تاع ميكسور، بغا ميكسور نطحنوه هكذا. والان حبيباتي هاولا المربى تاعنا بعد ما طحناه يجي بنين، يجي هايل، يجي ولا اروع، حاجه طبيعيه 100% فاكهه طبيعيه 100% ما فيهاش الماده المحافظه ولا اروع مربى ولا اروع. تخدموا به لي سابلي لي غاطو ان شاء الله في الايام المقبله، ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص غاطو به بهذا المربى. يجي بنين، شوفوا نستغلوا، شوفوا ما شاء الله يجي ثقيل، يجي روعه، شوف يجي ولا اروع والله، جرب صدقوني يجي ولا اروع. جربوه راح يعجبكم بزاف. نستغلوا الفاكهه الموسميه، نخدموا بها اشكال من المربات، مربى الخوخ، مربى البرقوق، كذلك المربى تاع كل العنب، البطيخ الاحمر، البطيخ الاصفر. انا خدمت بزاف في القناه تاعي، ان شاء الله غادي نحط لكم كامل الروابط تاعهم. اللي حب اي مربى تجدونه في قناتي، جربوا الوصفه تاعي راح يجيكم 100% مربى ناجح 100% وطبيعي وبنة تاع هايل، ما يجي حامض، ما يجي كيما حنا نقولوا خفيف، يجي ولا اروع. ان شاء الله حبيباتي جربوا الوصفه تاع اليوم، اذا جربتوها وعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله. وكذلك حبيباتي اذا حبيتوا تستحفظوا به في المجمد ديروه في العلب كيما هكذا، انا درتها في علبه كيما هكذا، نغلقوا عليها، ندير لها تاريخ تاع اليوم، ندير التاريخ تاع اليوم، ندير المربى النوع تاعه، ونحطها فيها سكوت، ونخليها نديرها في المجمد ونخليها اثناء الاستعمال. تقري المربى تاعك وتقري التاريخ تاعه وتبداي، هو يستحفظ السنه كامله في المجمد، ما يخسرش هو المجمد. لما نديرو كونفيتور في المجمد يبقى كيما يكون طايب، ما يخسرش الكونفيتور تاعك، ديرو في المجمد وجبدو كل ما تستخدمو به تعاودو ترجعوه. نتمنى حبيباتي جربوها.